بسم الله، خلونا نشوف موضوع الواحد يرسم دكتاته ويباط في برنامج الاوتوكاد ام اي بي بيتم ازاي. خليني اقول له انا هرسم دكت، طبعا عندي هنا اختيارات دكت وفليكسبل دكت. خليني اقول له دكت، تمام. هبدا ارسم. اول حاجه ممكن اهتم بيها الحاجات دي، الخصائص بتاعتي زي مثلا الشكل نفسه، ممكن نخليه مثلا راوند او اوفال او ريكتانجلر. قلت له مثلا راوند، فبيقول لي الدايمتر هيبقى قد ايه، تقدر تغير الدايمتر زي ما انت عايز، تمام. وانت شغال برضه ممكن تغير الشكل نفسه، الشيب نفسه، كل ما تحب. طيب هبدأ ارسم اهوت. طيب هبدأ اخش يمين او شمال، اغير الاتجاه، بيجيب لي بقى انت عايز اني بارت القوة ده، عايز شكله عامل ازاي. في اشكال كتيرة، تمام، ممكن تختار اي شكل منهم، وليكن مثلا الشكل دوت. وفي علامة هنا ديفولت فور ذيس ران، يعني طول ما انت ماشي في المسار هيستخدم هو الشكل دوت، تمام. طيب دلوقتي بعد ما وصلنا الحاجة ديت، ممكن اجي هنا ادوس درايك كليك واقول له دكت لينس. يعني ايه دكت لينس؟ يعني انا عايز اقسم الدكتات ديت، ممكن مثلا كل 2 متر، كل متر، كل متر ونص، زي ما انا عايز، تمام. بيقول لي ابلاي فور دكت ران، يعني هاخد المسار كله من اول لاخر. ممكن اقول له لا، يبقى كده هياخد حاجه بس اللي انا عاملها سيلكت. ممكن اقول له سيلكت اوبجكت واختار عناصر ثانيه، يعني اختار اكتر من دكت زي ما انا عايز، تمام. فبقول له بريك، يعني اقسمهم، لو ميرج هيبقى كلهم قطعه واحده، فمش هيدي لي انت عايز تقسمهم كل قد ايه. ممكن اقول له بريك مثلا اقطعهم كل مثلا 10، تمام، اوكي، تمام. هو قطعهم وحط التاجات بالشكل دوت، فبقى شكل غريب شوية، تمام. هو كده قسم لي الحاجة زي ما أنا عايز. طيب لو أنا عايز في أي وقت أغير، هقول له هنا دكت لينس، وأقول له خلي المسار كله، وأقول له ميرج أبلاي، خلاها كلها بقت قطعة واحدة. لو انا في اي وقت عايز اغير القلب دوت، تمام، اعمل عليه سيلكت واجي هنا اقول له انا عايز اغير البارت، تقدر تختار بارت اخر زي ما انت عايز، تمام، بالشكل ده. لو انا عايز اضيف دمبر للدكت هعمل ايه؟ اجي هنا من اكويبمنت اقول له انا عايز دمبر. طيب محتاج ايه؟ اقول له مثلا بالانس دمبر، اقول له اختار مثلا دائري، تمام. ابدأ اشوف الماس اللي انا عايزه وابدأ اقول له حط لي هنا. اول ما اتقرب من الطرف بتاع الضغط بيبدأ يجيب لي نقطة ان هو ينفع يتحط هنا، وبقول له اوكي، وبيقول لي ان الماس مش موجود، هو يعمل كرييت كاستم سايز. اقول له ماشي مفيش مشكلة اهوت، فرسم لي الدمبر بالشكل دوت. اقدر طبعا ان انا اقلبه زي ما انا عايز، تمام. وهتلاقي عندك الدمبر، اي دمبر انت عايزه ومحتاجه، سواء مثلا عندك فاير دمبر، عندك بالانس دمبر، عندك كارتن فاير شيلد، في سموك، زي ما انت عايز. طيب خلينا نقول دلوقتي لو انا عايز احط تاج على الضغط، يعني انا عايز ارسم ضغط وفي نفس الوقت احط التاج مره واحده، فاجي هنا اقول له الستايل بتاعي انا عايز مثلا ستايل وليكن مثلا ستاندرد ضغط، وابدأ ارسم الضغط. تيجي هنا في ليبل تبدأ ترسم، اهو ده اللي اتحط. طيب لو انت عايز تعدل فيه، او انا مثلا حاطط سايز، ممكن انت مش عايز سايز، ممكن في اي وقت تعدل السايز، تشوف ايه الحاجة اللي انت عايزها. ده مثلا فلو ارو بيوضح لي الاتجاه، في حاجات مثلا فلو، لو في فلو متوصل بيها في المقاسات، تبدأ تشوف ايه اللي انت عايزه، تمام. وتقدر تحدد هيتكرر كام مرة، ممكن تقوله باي ديستانس، يعني مثلا كل مسافة معينة يبدأ يحط يكرر التاج دوت معايا، يعني مثلا كل مثلا يكرر معاك زي ما انت عايز. هو الأفضل طبعا انت تقوله مثلا كوانتيتي مثلا مرة واحدة كفاية بالشكل ده.